محدش هيسيب سكر الكيماوي غيري، لازم اقصي في الاول. حرام عليك، كنت صريح بتاعي هيموت يا بنت. اه ياني يا دلوعي، لو كان معايا تمن كنت زمان اشتريتها من السوق السوداء. ما قلت يا ابني لو بتسمع الكلام كفت فهمت المثل اللي بيقول تي اس الزرع بيه بيحس تي اس وبس، ولا الكيماوي ولا غيره، تي اس مفيش غيره. تي اس الزرع بيه هيحس. من بايوتيك بضمان دكتور رضا النحراوي. بنقدم النماذج اللي هي كافحت وصبرت وتعبت وخدت الحظ من منظور التعب. طريقي خدت من التربيه اللي اتربيتها، تربيه الفلاحين والاصول بتاعه الفلاحين. اتعلمت منها ايه؟ علموني الاهل فيها والجيران ان يدي ايده للصغير ويبوس على ايد الكبير. الموهوبين في الاقاليم مصدومين فنان ولا معظم النوابغ اللي طلعوا جذورهم ريف. سرقنا بكل الاشكال بس عمر ما حد قدر يثبت عليه حد. بداياتك على طريق الفن كاتمت وعبد دي كانت بدايه تعارف بينه وبين الجمهور. حضرتك كان لك كلمه جميله خالص بتقول لو الفن ما ارتقاش بالاخلاق يبقى مش فن، لان الفن بيعلي قيم الخير والحق والجمال. تقييمك بقى للبرامج بتاعه المقالب دلوقتي استهزاء. وعشان تهني القلوب قالوا لي يا هاني، وعشان بحب الحياه سموني حياه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة، وقد طال الغياب بسبب التسجيلات اللي كانت قبل رمضان وتسجيلات رمضان، فلم نلتقي معكم على الهواء مباشرة طيلة الفترة الماضية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم تواصلنا فيه وأن يكون تواصلا محمودا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحقيقة أن النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة بعد ما انتهينا من رمضان وبعد ما انتهينا من العيد وبعد ما يعني تعبد المتعبدون وقام القائمون، حابب أن أنا أتكلم عن بشارة الله رب العالمين لعباده المؤمنين. يا إخواني، في هذا الزمن الذي نعيش فيه كثرت الفتن وتغيرت الأمور وأصبح الضيق والشدة والكرب في كل لحظة، أهل الإسلام تغيرت أحوالهم، وبعد أن كانوا أهل قوة ومنعة وعزة تغير حالهم، لكن تأتي البشارات من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، تأتي البشارات من الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان بقرب الفرج وزوال الكرب
وعز الإسلام وأهله في هذه الحياة التي نرى فيها كثير من الملذات والشهوات المحرمة، ما يملأ القلوب خوفا ووجلا من الاقتراب منها. تأتي البشارة من الله لهؤلاء المؤمنين بأن لهم في الجنة من النعيم المقيم ما يسعدون به ولا يشقون أبدا. هذه الحلقة من أجل أن نصبر وأن نتصبر ولنعلم أن وعد الله عز وجل آت لا محالة. العاقبة لأهل الإيمان وأهل التقوى، العاقبة لأهل الإيمان وأهل التقوى، الغلبة لجند الله عز وجل أصحاب التقوى. اللهم إنا نسألك أن تشملنا برحمتك أجمعين. تبشير الله عز وجل وتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان، القرآن الكريم جاءت فيه البشرى لأهل الإيمان، فنلاقي ربنا يقول آية علشان يبين هذه البشرى. يقول الله تعالى في سورة مريم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن بلسان عربي مبين أنزله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسر تعلمه، حتى اللي مش بيعرف يقرأ قرآن بيستمع ليه، بيتلذذ للقرآن. علشان كده ربنا بيقول في آية تانية في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى فيه بشرى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله، تبيانا لكل شيء يعني إيه؟ يعني هات الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، هو اللي يحكم بيني وبينك. في خصومة بينك وبين حد من الناس تعرفه أو ما تعرفوش، بينك وبين زوجتك، بينك وبين والدك، بينك وبين أخوك، بينك وبين أختك، بينك وبين أي حد في الدين، بينك وبين واحد مسلم، بينك وبين واحد مش مسلم. شوف القرآن بيقول إيه الحلال وإيه الحرام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله يقول في القرآن الكريم في سورة النمل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. يبقى أذي البشارات بتتنزل تترى. الله يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية في سورة البقرة. الله يقول أيضا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. القرآن الكريم جاء فيه التبشير للمؤمنين بالخير العظيم من الله رب العالمين. على نهج القرآن بالضبط كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الآيات اللي احنا قلناها دلوقتي؟ شفتوا كم البشرى اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن الكريم؟ كان سيدنا النبي على نفس المنهج، على نفس المنوال، على نفس الخط، يعلم أصحابه رضي الله عنهم أن يستبشروا بالخير والفضل. علشان كده جاءت الرؤية الصالحة من الله لتبشير المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قوم يا أخي توضى وصلي ركعتين، قوم يا بنت الناس. لو حد فينا شاف رؤيا سيئة علشان ما يبقاش بالبلدي كده، أنا متعود معاكم هنا في مصر الزراعية بصراحة بيبقى حتى الحلقة لها طعم تاني خالص، بيبقى كده بتعامل ببساطة شديدة جدا بخلاف أي مكان تاني. فعايزين نقول ببساطة عشان الدنيا ما تبقاش سودة،
والجو كده مفعم بالسواد؟ لا، خلوا في عندنا بشرة، وخلوا في عندنا استهلال كده طيب للأيام اللي جاية والزمن اللي جاي، حتى وإن كانت الأمور اللي حوالينا صعبة جدا وفيها شدة، حتى لو الواحد فينا شاف رؤية صعبة جدا أو رؤية سيئة، قوم ما تقولش لحد، ما تقولش الرؤية الوحشة دي لحد، قوم اتوضى وصلي ركعتين واستغفر الله 100 مرة. في لفظ آخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة سمعوا رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. فلو أنت شفت رؤية صالحة دي بتبقى بشرة من الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم إن هم يستبشروا بالخير دايما. بصوا، إحنا دي مش حديث بس ده حكمة إحنا بنقولها دايما: تفاءلوا بالخير تجدوه، خليكوا أهل بشرة. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. الجعرانة دي اسم مكان بين مكة والمدينة، وسيدنا بلال قاعد جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، النبي قاعد فقالوا أعرابي، فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ ألا تنجز لي ما وعدتني؟ مش أنت وعدتني بحاجة حلوة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال الأعرابي: قد أكثرت معلي من أبشر. يا أخي كل ما جيلك تقول لي أبشر أبشر أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. الراجل سيدنا النبي بيقول له أبشر، تفاءل. الراجل قال له: يا أخي هو أنا كل ما جيلك تقول لي أبشر أبشر، مع أكثرت علي من أبشر. فالنبي أقبل كده على سيدنا بلال وسيدنا أبو موسى الأشعري وهو غضبان زعلان، قال: رد البشرى. ردها ما قبلهاش، اقبلاها أنتما فقبلاها. وفي حديث آخر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بني تميم يعني عائلة تميم. بني تميم دول جاء منهم نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى. إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلناها. يا سلام، عيلة تميم دي على أيام سيدنا النبي، يا رب الكلام يتفهم صح، بس عيلة تميم دي قبيلة تميم راحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أشبه الليلة بالبارحة، قالوا: بشرتنا فاعطنا. فغضب صلى الله عليه وسلم فجاء أهل اليمن: يا رب فرج عن أهل اليمن ما هم فيه، يا رب احقن دماء إخواننا في اليمن، يا رب، يا رب ألف بين قلوبهم، يا رب احفظ اليمن السعيد، يا رب يا رب يا رب يا رب كن مع أهل اليمن، يا رب يا ربي احفظهم من كيد الكائدين، يا رب يا رب يا ربي صب عليهم الخير صبا، يا رب اكفهم شر البلاء، يا رب احقن دماءهم وصن أعراضهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم، يا رب احفظهم من الأمراض والفتن والبلايا، يا رب احفظ أهل اليمن من كل مكروه وسوء. فلما جاء أهل اليمن إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى، فقبلوها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يأمر بتبشير الناس بالخير. حديث آخر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. الله، أيوة يا أخي كده، خليك دايما كده صاحب بشرى كده، ما تطلعش كده تروح تعمل مشوار وتمضي ورقة من حد فتروح وانت بوزك شبرين، مالك متضايقة من ايه؟ شايلة طاجن ستك ليه؟ متضايقة من ايه؟ ما فيش حاجة حلوة في الدنيا. يا سبحان الله العظيم، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين هم المبشرين في كتاب الله؟ يلا نعد مع بعض، يا رب نكون حد منهم. أظنه لازم واحدة تخبط كده أو اثنين أو ثلاثة أو كلهم. ربنا بشر في القرآن الكريم مجموعة من الناس، أولهم المؤمنون. مين فينا مش مؤمن؟ يا ربي يا ربي آمنا بك وبكتابك الذي أنزلت
وبنبيك الذي أرسلت، آمنا بك ولم نرك، صدقنا رسولك ولم نسمعه، فيا رب بشرنا بالخير يا رب. الله بشر عباد المؤمنين في كثير من آياته في القرآن الكريم. الله يقول في أول بشرى لهؤلاء: وبشر المؤمنين. الله بشر المؤمنين بإيه؟ طب تعالوا ناخد الآية الأولانية كده بس نقرأها كده بهدوء ونسمع المعنى ده. الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بإيه؟ يا رب أنت بتقول في كتابك وبشر المؤمنين، بشرنا بإيه؟ ما قالش، ما قالش بشرنا بإيه. ليه؟ علشان تدي مساحة لعقلك وقلبك يسرح في البشرة دي. افتح المجال لعقلك ومخك وخاطرك كده وقلبك وفؤادك إنه يتخيل أي حاجة في البشرة. عشان كده ربنا ما قالش وبشر المؤمنين بكذا. الآية الثانية ربنا بيقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآية الأولانية بشرت المؤمنين، الآية الثانية كل صفاتها يا رب بتنطبق علينا، كل صفاتها بتنطبق علينا، وربنا بشرنا في آخر الآية برضو بشرنا بإيه؟ ما قالش. الآية الثالثة الله يقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. بشر المؤمنين بإيه؟ مفيش، ما قالش، عشان يترك لك المجال إنك تتخيل إيه هي البشرة. تخيل بقى، افتح بقى، افتح، بص، تخيل، تخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل الآية رقم 4، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبشرنا بإيه؟ لم يذكر الله عز وجل. الله يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا بشرهم بالفضل الكبير من مين؟ منه سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. مش أي فضل وخلاص، لا، ده فضل كبير جدا. دي آية ربنا سبحانه وتعالى حدد فيها البشرى. ربنا قال في آية تانية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لهم أجر كبير جدا جدا، لكن حجمه إيه؟ ما حدد لكش. اسرح بعقلك، اسرح بخاطرك وقلبك في هذا. الله بشرهم بالخير في الدنيا والآخرة، بشر أهل الإيمان بالخير في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، أهل البشرى في الدنيا وفي الآخرة دول أهل الإيمان، وربنا يبشرك في الدنيا ويبشرك في الآخرة. تاني نوع ربنا بشرهم في القرآن الكريم: المخبتون. المخبتين يعني إيه؟ المخبتون دول هم مين دول؟ المتواضعين، الناس اللي بيعبدوا ربنا، الناس اللي بيتذللوا لربنا، الناس اللي قلوبهم بتخشع لكلام ربنا. الله يقول: وبشر المخبتين. عرفنا مين هم المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى أول بشرى كانت لأهل الإيمان، تاني بشرى كانت للمخبتين، المخبتين الخاشعين المتواضعين المتذللين اللي بيتأثروا بكلام ربنا. ثالث فريق ربنا بشره في القرآن الكريم: الصابرون. أيوة، الحياة كلها والله كلها ما يعلم بها إلا ربنا، والله كلها تحتاج إلى فعلا يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا. فربنا يقول للصابرين إيه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه البشرى يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رابع فريق ربنا بشره في القرآن الكريم: المحسنون. درجة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله عز وجل يقول: وبشر المحسنين. ربنا بيقول في آية تانية: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الله، بس فيه فريق تاني ربنا بشرهم بس مختلفين خالص عن الفريق اللي أنا قلته. مين هم دول؟ الكافرون. الكافرون والمنافقون، بس ربنا بشرهم تهكما بهم. الله يقول في القرآن الكريم: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
أي والله، أي والله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ده على سبيل السخرية والاستهانة بهم. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. أنواع البشارات في القرآن والسنة، إيه الأنواع اللي جت؟ القرآن بقى بشرنا بإيه؟ بشرنا القرآن بالنصر، بالتمكين لأهل الإيمان. ألا أمال التراجع اللي احنا شايفينه والضعف والانهزامية اللي احنا شايفينها دي، اللي احنا شايفينها دي منين؟ بس تعالوا نحقق الإيمان عشان البشرة تيجي. من بشرى الخير التي بشر الله بها عباده أهل الإيمان في الدنيا، تبشرهم إن النصر لا بد أن يكون لهم، التمكين لهم. الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله وعد بنصر عباده المؤمنين، وعد بإعزاز دينه. الله يقول في القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإحنا قرينا من شوية الآية الجميلة في سورة الصف: وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المنوال بشر الأمة بالنصر والظفر. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده أو بردة وفي ظل الكعبة، قد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وفي رواية أخرى: ولكنكم تستعجلون، تستعجلون. يا الله، يا الله، اللهم نصرك الذي وعدت. سيدنا ثوبان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله، اللهم نصرك يا رب. في واحد من الصحابة اسمه تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. اللهم سترك يا رب. جات البشارة أيضا بأنه فيه مع العسر يسرى. العسر الواحد معاه يسرين، بعد الشدة فيه فرج. القرآن بشرنا بكده. لابد في الحياة من بلايا، لابد من إحن واختبارات، دي طبيعة الحياة الدنيا، هذه طبيعتها، دي سنة ربنا،
ما خلق الله الحياة إلا لابتلاء العباد بمقارع الدهر ونوائب الدهر. الله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما تخافوش، فيه فتن بس نصبر. المؤمن لما تحل بيه شدة يستبشر بقرب الفرج، عارف ومتيقن إنه بعد العسر يسرين، لكل ضيق مخرج، لكل هم فرج. الله يقول فإن مع العسر يسرا. الله يقول أيضا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا في سورة يوسف عليه السلام، لما اشتد الظلام، عارف انت كويس قوي ان الفجر لازم يجي، خلاص الفجر قاب قوسين او ادنى، لما البلاء يشتد ويعظم الخضب، اعرف ان النعمة خلاص، اعرف ان الغمة دي هتزول ونعمة ربنا هتيجي. لما الطغاة يظلموا ويشتد البطش بيهم بالضعفاء، ربنا سبحانه وتعالى هو الجبار، هو المنتقم. الصالحون دايما لما تنزل عليهم مصيبة أو بلية بيعرفوا كويس قوي إن هي مش هتدوم، ربنا قال كده في القرآن. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اللي فوق بكرة تحت، اللي تحت بكرة يطلع فوق، اللي اليمين هيجي شمال، الغني هيبقى فقير، الفقير هيبقى غني، القوي هيبقى ضعيف، والضعيف هيبقى قوي، الصحيح هيبقى مريض، والمريض هيشفى. الله يكشف البلايا، الله يعلم الخفايا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. دوما خلي الخير في قلبك وفي عينك، أبشر أبشر، اعلم إن ربك رحيم لطيف. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سيدنا الشافعي كان بيعلم تماما أمر هذه الكلمات، ولذلك صاغ أبيات شعرية: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يا سبحان الله يا أخي، استبشر بالخير. ثالث نوع من أنواع البشارة في القرآن وفي السنة: البشارة بالمغفرة. يا كل عاصية، الله يقول بشرى لأهل الإيمان: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. البشارة بالجنة، ربنا بشر أهل الإيمان بالجنة، ودي أعظم بشرى لأهل الإيمان، دي أحلى حاجة إنك تدخل الجنة. الله يقول في القرآن الكريم حتى يبين هذه البشرى العظيمة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله عز وجل يقول أيضا:
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. شوف الإمام الطبري بيقول إيه؟ بيقول قدم صدق أولى هذه الأقوال بالصواب. لما الإمام الطبري جاء يشرح معنى قدم صدق، لأن العلماء اختلفوا في كلمة، المفسرين اختلفوا في كلمة قدم صدق، فالإمام الطبري قال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه أن لهم أعمالا صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله يقول في آية تانية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الله عز وجل يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيوة هي دي بشرى ربنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يقول خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال أبو ذر فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. جعلني الله فداك يا رسول الله. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة، يعني وقت من الزمن، فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، يعني في مكان كده حوله حجارة، فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة في الصحراء حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، يعني غاب. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، يعني مش حد يتكلم معاك. فقال إنه جبريل عليه السلام. قال عرض لي
في جانب الحرة، ثم قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر؟ قال: وإن شرب الخمر. الله أكبر، الله أكبر. دي بشارة لأهل الإيمان. والكلام ده مش معناه أن احنا نقع في المعاصي والعياذ بالله، أبدا والله، بس الكلام ده معناه أنه أي واحد ضعف في أي لحظة من اللحظات، اللهم رحمتك نرجو ونخشى عذابك، يا رب يا غافر الذنب يا قابل التوب، تب علينا واغفر لنا، أنت على كل شيء قدير. لو واحد وقع وعصى ربنا وتاب ورجع لله سبحانه وتعالى، يستغفر الله وربنا يتوب عليه وربنا بيبشره. وهذه بشرة طيبة، حتى لا تغلق الدنيا أمام أحد، حتى العصاة. يا الله، البشارة بالنار للكافرين، ودي نوع من أنواع البشارة في القرآن، وده سخرية منهم. الله عز وجل يقول: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. طب بس البشارة يا أخي بتكون بالمسرات، بالحاجة الحلوة، إنما جاء هذا على سبيل التهكم بهؤلاء، بشرهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. الله يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشرهم إن لهم عذاب أليم وعذاب شديد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيقول لنا على موقف: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال: في النار. قال فكأنه وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. المشرك اللي مات على الشرك ده له النار. الأعرابي هنا الكلام، الحديث ده بالذات بقى، النبي عليه الصلاة والسلام بيبين إنه طالما إن هو الأعرابي بيقول له: يا رسول الله، أبويا كان بيصل الرحم بس مشرك ومات على الشرك. مات على إيه؟ مات على الشرك. فأين هو؟ في الجنة ولا في النار؟ قال له: خلاص مات على الشرك، خلاص في النار. طالما أنه مش لم يؤمن بالله واحد، وأنه أرسل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أنزل عليه القرآن، وأنه أمر بحاجات نعملها ونهانا عن حاجات ما نعملهاش، أنا آسف. واخدين بالكم؟ الأعرابي أسلم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني: ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار، أي واحد مات كافرا خلاص ليس له إلا الإيه؟ إلا النار. إحنا شفنا البشارة العظيمة جدا في القرآن الكريم، وإزاي إنه الله سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الخضوع وأهل الخوف منه سبحانه وتعالى، حتى نكون على بينة من الأمر، وحتى إن إحنا دايما موضوع البشرة ده يبقى ملازم لنا باستمرار دايما، زي ما شفنا إن ربنا بشر أهل الإيمان وجعل هذا مبدأ عظيم جدا إحنا نتعامل به مع بعض. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بشر أهل الإيمان بالجنة، وجعل الشعار بتاعنا دائما هو البشرى: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. علشان كده إحنا دائما لابد أن يكون البشرى هي العامل الأساسي في حياتنا. لو الواحد ما فيش جواه أمل وتفاؤل وبشرى للغد، لا هيشتغل ولا هيتحرك ولا هيتقدم ولا هينجح ولا هيذاكر ولا هيعمل أي حاجة. البشرى دائما لابد أن تكون مع أهل الإيمان، لابد أن تكون البشرى في قلبك، لابد أن تكون البشرى دائما موجودة في حياتك، في أفعالك، في تصرفاتك، في كل فعل لك. البشرى لابد أن هي تكون اللغة اللي أنت بتتكلم بيها، لابد أن تكون البشرى هي اللغة اللي أنت بتشرح بيها، هي اللغة اللي أنت بتعامل بيها الناس اللي حواليك، أيا كان مكانك، أيا كان شغلك، أيا كان عملك، لازم البشرى تكون موجودة، ولازم ده يبدو على وجهك وانت بتتعامل مع أولادك، مع جيرانك، مع الناس اللي بيشتغلوا معاك، مع اللي يعرفوك، مع اللي ما يعرفوكش، مع المسلمين، مع غير المسلمين. البشرى لابد أن تكون هي
العامل الأساسي ولابد أن تكون هي لغة الحوار اللي أنت بتتعامل بها، وقلبك لابد أن يكون مفعم بالبشرى، لأنه الله بشر أهل الإيمان وأهل الصبر وأهل الخشية وأهل الخوف والخضوع منه سبحانه وتعالى، بشرهم في الدنيا وبشرهم في الآخرة. علشان كده لابد أن إحنا نتعلم هذه الفلسفة وهذه اللغة العظيمة جدا حتى نصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى الطمأنينة. حتى يا أخي الواحد ممكن يبقى شايل هم وتعبان جدا ويبقى متضايق وهو عايش غلاء أسعار، مشاكل، فتن، انهزامية، تراجع، وهو الحاجات دي كلها، فرقة، شتات، إراق الدماء، اختلاط حبل بنابل، إيه ده؟ فتعمل إيه؟ يا أخي حتى قد يسوق الله عز وجل لك بشرة طيبة تعمل على طمأنينة قلبك وعلى هدوء نفسك وعلى أنك تعرف تاخد قرار في حياتك. حتى لو جات الواحد في لحظة من اللحظات ممكن يشوف بشرة، ممكن يشوف رؤية غير طيبة، فلما الواحد يشوف رؤية غير طيبة النبي قال لك ما تسحلش، ما تقولش لحد البشرة دي الرؤية دي خالص، واتوضى وصلي ركعتين لله حتى إن ربنا يذهب عنك شر هذه الرؤية، لأنه قد تكون تحزين من الشيطان، قد تكون من حديث النفس، واخد بالك؟ فإذا حدث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشرك وقال لك لا تخف، إذا حدث ورأيت هذه الرؤية اللي بتحزنك وبتجعل الحزن ملازم لك، لا تحزن، قم من نومك، توضأ، صلي ركعتين، حتى إنه يكون فيه في قلبي بشرى ويقين وإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. موضوع البشرى ده موضوع عظيم جدا، موضوع واسع، موضوع أنا خدت فيه جانب في الحلقة بتاعت النهاردة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. تقريبا هختم في الدقائق المتبقية من الحلقة بالدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتقبل منا ومنكم، إني داع فأمنوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا فيمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا في من قام ليلة القدر واستكمل الأجر، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، يا رحيم يا رحمن، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. يا الله اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. استجب دعاءنا، فرج كروبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم عافنا واعف عنا، وارزقنا واسترنا واجبرنا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا. يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يسر أمورنا، لا تغضب علينا بمعاصينا، ما عصيناك استخفافا بقدرك، ولكن غلبتنا الشهوات، فاغفر لنا. يا غافر الذنب، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، أنت الله نتوسل إليك،
بذلنا وعزك، بضعفنا وقوتك، بفقرنا وغناك. استجب دعاءنا ويسر أمورنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. إنك على كل شيء قدير، وكن مع المستضعفين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سائر أرجاء الأرض برحمتك يا كريم. هذا دعاؤنا بين يديك، وهذا ذلنا ظاهر لا يخفى عليك، فاقبل اللهم دعاءنا، إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استجب، اللهم آمين آمين آمين. وزارة الزراعة تتلقى شكاوى المزارعين بالمحافظات المختلفة بخصوص شكاوى الأسمدة على الأرقام التالية: 02-333-733-59 02-333-73-42-1. المكالمة مسجلة لضمان جودة الخدمة. ونازل طير مرض وشايب، لكن نزل مطير أحمر، قالت من عاد يا شريف؟ قالت أنا ما اتمنى شيد الأحمر يا حميش يا ملي الشريف يا ليلي. السيرة الهلالية تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. بنقدم النماذج اللي هي كافحت وصبرت وتعبت وخدت الحظ من منظور التعب. طريقي خدت من التربية اللي تربيتها، تربية الفلاحين والأصول بتاعة اللحين، تعلمت منها ايه؟ علموني الاهل فيها والجيران يمد ايده للصغير ويبوس على ايد الكبير. الموهوبين في الاقاليم مصدومين فنان ولا؟ معظم النوابغ اللي طلعوا جذورهم ريف. سرقنا بكل الاشكال يا حبيبي. بس عمر ما حد قدر يثبت عليه حد. بداياتك على طريق الفن كانت امتى؟ ابو عبد الجليل كانت بداية تعارف بينه وبين الجمهور. حضرتك كان لك كلمة جميلة خالص بتقول لو الفن ما ارتقاش بالاخلاق يبقى مش فن، لان الفن بيعلي قيم الخير والحق والجمال. تقييمك بقى للبرامج بتاعه المقالب دلوقتي؟ استهزاء. وعشان بهني القلوب قالوا لي يا هاني، وعشان بحب الحياه سموني حياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة